أمام الوضع الحرجي للحالة الأمنية الإقليمية، تظل الجزائر مقتنعة بأن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا من خلال تطبيق القانون الدولي الذي تجسده الأمم المتحدة من خلال آلياتها، دون أن ننسى دور الاتحاد الإفريقي في المنطقة. وهذا يعني ممارسة الشعب الصحراوي فعليا لحقه المشروع في تقرير مصيره واستقلاله وفقا لأحكام القرار 15-14. ما يسمى بمحمد قايدي جنرال ماجور ويدلع، يعني البتينون تاعو من ناحية الإيجابية يدلعوه به قديد. وكانوا المخابرات لما كانت تريد أن تخدع أخواننا كانوا سموه المنجل، سموه المنجل حتى ظهر لهم في باريس وهو كالدجاجة المبللة، وهو يصافح في المسؤولين الفرنسيين. وين وش كان يدير؟ كان في الإليزي. وش كان يدير؟ كان عندهم كخماس بعد ما أدى وساهم في غزو الفرنسيين لمالي، لأنه هو اللي كان ينسق الجانب الجزائري، فكانوا فرحانين به الفرنسيين. طبعا فرحانين به فرحة السيد بالعبد الكولون بالخماس، كانوا فرحانين به. والصور راكم شفتوها ما كلها بالك نعودوها. لكن سمعناه هو يقول هنا، سمعناه يقول تقرير المصير الشعب الصحراوي كذا مبني على المادة الفلانية والمادة الفلانية. هل استمع هذا الجنرال اللي راه الآن يحضر في الجيش الجزائري باش يصبح تيرايور ألجيريا، باش يصبح مقاتلين عند الفرنسيس، هل استمع مثلا لهذه الشعارات؟ ما اسمحهاش قديد المنجل، المنجل الحافي المخادع الكاذب، ما اسمحهاش. وهذه اسمحها ولا ما اسمحهاش؟ يتحدثون عن الشعوب، حق الشعوب في تقرير المصير. وفي الغالب عندما يتحدثون عن شعوب تقرير المصير يتحدثون عن الشعب الفلسطيني وعن الشعب الصحراوي. طيب مش راح نناقش طبعا حق الفلسطينيين، نحن نعرف ان ما يسمى بالكيان الاسرائيلي اخذ ارضهم، 80% من ارضهم راحت، وال 20% راح يزاحم فيهم عليها، يعني 78% من فلسطين التاريخيه هي اللي تسمى اليوم اسرائيل، و 22% هي الضفه الغربيه وغزه. هذيك 22% ما يسمى بالكيان الإسرائيلي راه يزاحم فيهم باش يزيد يدي منها أكثر وملأ وعمرها بالمستوطنات. وهذا موقف عالمي، كثير من أحرار العالم بل كل أحرار العالم يقفون مع الشعب الفلسطيني، حقه في تقرير المصير. نعم شعب الصحراوي خلاف حول الموضوع، في خلاف حول الموضوع، وحتى المجتمعات والدول مختلفة، ما بين من يقف مع من يعتقد أنه أراضي مغربية والمغرب يعتقد أنها أرض وجزء من أرضه، وما بين من يعتقد أنه يجب أن يتحرر هذا الشعب. طيب أنتم مسؤولين عن الشعب الصحراوي ولا عن الشعب الفلسطيني ولا عن الشعب الجزائري؟ بغض النظر ما ندخلوش في جدلية خاصة في موضوع الصحراء الغربي، أنتم كجنرالات استوليتوا على الحكم ومسيطرين اليوم على الجزائر، مسؤوليتكم أن تسمعوا لما يقوله الشعب الجزائري أم تقوله شعوب أخرى؟ مسؤوليتكم أن الشعب الجزائري قرر مصيره ولا حتى بعد 59 سنة من الاستقلال، استقلال الأرض، يخرج ويطالب بالاستقلال؟ مسؤوليتكم أو قل إهانتكم لهذا الشعب واللي راه يرد عليكم الآن بقوة، وأزعجتكم ردوده وشعاراته، مخابرات منظمة إرهابية تسقط المافيا العسكرية، لماذا؟ لماذا يقولها الشعب الجزائري؟ لماذا؟
لأن عنده أكثر من سنتين وهو خرج منذ أن خرج وقال نريد تقرير مصيرنا، نريد دولة مدنية، نريد تطبيق المادة السابعة والثامنة، نريد حكم مدني، دولة العدل والقانون. لماذا أنتم ترفضون ذلك في حين أنكم تزعمون أنكم تقفون مع الشعوب الأخرى؟ حتى في هذه تكذبون. نعطيكم مثالين سريعين. يعني حينما تفتتت دولة يوغوسلافيا وكانت مشكلة من مجموعة أمم هم الكروات والصرب والبوسنيين وغيرهم، وأصبحت هناك صربيا، داخل صربيا هذه كان هناك شعب هو الشعب الألباني المسلم اللي يسمى في كوسوفو، في منطقة كوسوفو، وحدثت حرب تحرير، تحرير الألبان، يريدون أن يستقلوا، قالوا إحنا مسلمين ونحن لسنا صرب، لدينا لغتنا اللي هي اللغة الألبانية، ونحن مسلمين لسنا مسيحيين أرثوذكس، فنريد الاستقلال. كيف كان موقف النظام الجزائري ولا يزال يرفض استقلال كوسوفو؟ كوسوفو اليوم معترف به أكثر من 70 دولة أو 80 دولة، ربما أكثر بكثير في العالم، في حين أن جزء كبير من الدول اعترف بكوسوفو، وكوسوفو اليوم دولة لها علم ولها حكم ولها، واستقلت فعليا وعمليا عن، وهي عضو في تعقد حتى في الأمم المتحدة. نظام جزائري لا يعترف بها، لا يعترف بها. لماذا؟ قال لك لأن هذا يمس سيادة الدول، وهذا عمل انفصالي، أي أن الكوسوفار الألبان المسلمين حينما قالوا لأن لا نريد حكم صربي، استعمار صربي لأرضنا، هذا عندما انفصل الكوسوفار هذا يعتبر مس بسيادة الدول. نفس النظام إنما حدثت في نفس الوقت، هذه الأمور حدثت في 99 2000، في نفس الوقت حدثت في أندونيسيا. في أندونيسيا صارت مشكلة ما بين الدولة الأندونيسية وما بين الجزيرة هناك، ذاك نتذكرها، جزيرة يسكنها أغلبية مسيحيين أو وثنيين، تيمور الشرقية يسكنها ناس مختلفين عن الأندونيسيين اللي هم أغلبية مسلمة، صحيح أن اللغة نفسها تقريبا لكنهم مختلفين في الديانة. فالنظام الجزائري شارك وساهم بقوة في فصل تيمور الشرقية عن أندونيسيا. قال لك لماذا؟ قال لك حق الشعوب في تقرير المصير. طيب، يا إما تطبق حق الشعوب في تقرير المصير أينما كان هذا المبدأ يجب أن يطبق، وإما تطبق مبدأ عدم المساس بحرمة وسيادة الدول كما قلت في صربيا. في صربيا لأنهم يساعدون العصابة عندنا وظلوا دائما يساعدونها حتى في التسعينات ساعدون بشدة، يصبح المبدأ اللي طبقوه هو مبدأ عدم المساس بحرمة الدول. في ولأن الكوسوفار مسلمين فهم يقفون مع اللي هو ضد المسلمين. في أندونيسيا يقفون مع الآخرين اللي هما ضد المسلمين، ويقول لك الاستقلال لتيمور الشرقي. في الحقيقة هذه فقط، هذه هو، أنا نقدر نحكي عدة نقاط في هذه، ممكن نحكي على الصومال، ممكن نحكي على جنوب السودان، ممكن على عدة نقاط، لكن في هذه تناقض رهيب. إذا كان المسلم هو اللي يطالب بالانفصال فالنظام الجزائري يجي ضده، إذا كان غير المسلم هو اللي يطالب بالاستقلال فالنظام الجزائري يمشي معاه. أنا لا أريد أن أقف مع الناس على أساس ديني، أنا شخصيا لا أريد أن أقف الناس، أنا أقف مع الناس على أساس الحق، اللي عنده الحق نقف معه، مسلم مش مسلم، مؤمن مش مؤمن، يعبد شجرة يعبد الله ما يعبد ولا شيء، نقف مع الناس في قضية، في هذه الدنيا في قضية المظلوم ضد الظالم. أنا شخصيا هذا هو القناعات اللي عندي اللي نمشي بها. لكن النظام الجزائري يقف أينما يكون المسلم مظلوم فهو يقف مع الظالم. وحتى في قضية الصحراء الغربية في الحقيقة كان ممكن إيجاد لها حلول
وكانت الحلول تخدم الجزائر والمغرب اللي احنا شعب واحد في بلدين. وكان ممكن المنطقة راهي تطورت ونهضت والجميع استفاد. قضية الصحراء الغربية ذبحتنا كصحراويين وكجزائريين وكمغاربة. ذبحت المنطقة ككل، بل أن المنطقة المغاربية ككل استخدم النظام الجزائري، استخدم هذه القضية باش يعطل كل شيء، يعطل كل شيء، لأنه لا يؤمن بحقيقة المبادئ. لو كان عنده حق مبدأ تقرير المصير، لو كان وقف مع الشعب الكوسوفو، شعب الكوسوفو اللي هو يختلف تماما عن الصربيين دينا ولغة وتاريخا. لكن بكل أسف وقف مع فصل جنوب السودان على السودان، مع فصل تيمور الشرقية على أندونيسيا، ولم يقف مع فصل كوسوفو على صربيا. إذن الخلل في كل مكان. لكن أنا اللي يهمني في نهاية المطاف هو بلادنا. ألا تسمعون لشعارات تقرير المصير، شعارات الاستقلال، حتى الشعب يقول جنرال أبوبيل جزائر تدي الاستقلال؟ ما يسمعوهاش. لكن هنا في هذه اللي وريتها لكم، هذا اللي أنا نعتبره الآن، هذا قديد، هذا محمد قايدي اللي نعتبره الآن هو أكبر حركي في الجيش الجزائري. كاينين جنرالات مجرمين ومفسدين وكل شيء تقدر تصفهم، لكن في قضية العمالة للخارج هذا محمد قايدي هو أجرم واحد وأسفه واحد. حكيت لكم المرة الماضية أنه في 2012 كان عميد، كان جنرال، في 2014 أصبح لواء في سنتين، خذ رتبة نتاع اللي في الغالب المفروض ياخذوها ما بين 5 سنين و10 سنين باش ياخذ هذه الرتبة. خذها هو في سنتين، لماذا؟ لأن طبعوا له عليها الفرنسيس، فتح لهم الأجواء الجزائرية، أعطاهم اللوجيستيك، بعث المخابرات الجزائرية تساعد الغزو الفرنسي لمالي. الآن راه يمشي في غزو أكبر، مش فقط في مالي. الآن راه ينسق ويشتغل على غزو مالي والنيجر، يعني تمكين الفرنسيين موجودين، لكن تمكينهم بقوة، لأن الفرنسيين يخسرون هناك. والشعب الفرنسي لم يعد يتحمل، عفوا، موت أبنائه.